أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد أن ذكر الأجوبة التي ذكرت على الإشكال على القول بالصورة الذهنية أو بالعينية، حلول الصورة الذهنية ماهية نفس الشيء في الخارج إلى الذهن، على هذه النظرية ورد إشكال، وهو أنه يلزم منه اجتماع مقولتين على شيء واحد، يندرج تحت الشيء الواحد مقولتين، وذكر الأجوبة وأشكل على الأجوبة. إذن إلى الآن لم يقبل أي جواب المصنف، ثم يأتي على ذكر جواب صدر المتألهين فيقول: ومنها، يعني من هذه الأجوبة مما أجيب على هذا أو عن هذا الإشكال، ما ذكره صدر المتألهين في كتبه، وهو الفرق في إيجاب الاندراج بين الحمل الأول وبين الحمل الشائع. الذي يوجب الاندراج هو الحمل الشائع وليس الحمل الأول، فالثاني يوجبه، يعني يوجب الاندراج تحت مقولة، الاندراج تحت مقولة معينة يوجبه ماذا؟ الحمل الشائع، يعني المصادر. فالثاني يوجبه دون الأول، دون الحمل الأول. بيان ذلك أن مجرد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حد شيء وصدقه عليه لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع. يعني ماذا؟ قال أن مجرد أخذ مفهوم جنسي، مفهوم ما هي؟ حد الجنس، كالجوهر مثلا، جنسي كالجوهر والكيف، يعني أعراض تسعة، الكيف والأين والمتى وغير ذلك والكم، هذا ينطبق عليه في الذهن أنه مفهوم جنسي، مفهوم جنسي ينطبق عليه، لكنه هل يوجب الاندراج تحت الجنس وتترتب آثار الجنس عليه؟ لا، لا يترتب. أن ملاك الوجود الذهني هو عدم مجيء تلك الآثار من الماهية الموجودة في الخارج إلى الذهن، والذي جاء هو ماذا؟ فقط حد الماهية، يعني مفهوم الماهية يصدق عليه، مفهوم الماهية، مفهوم الجنس أو النوع كالإنسان مثلا والبياض وغير ذلك في حد. إذا مجرد أخذ المفهوم ينطبق عليه مفهوم، يصدق عليه مفهوم جنس على الشيء، يصدق على الشيء مفهوم الجنس أو النوع في حد شيء وصدقه عليه لا يجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس. يعني إذا صدق عليه أنه جوهر ليس واقعا هو جوهر مندرجا تحت الجوهر، وإذا صدق عليه أنه كيف ليس مدرجا واقعا أنه كيف، وإذا صدق عليه أنه نوع في الذهن لا يندرج تحت النوع، بل يتوقف الاندراج تحته، يعني تحت الجنس أو النوع، على ترتب آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجية على ذلك الشيء عندما تترتب الآثار. يعني في الأخير وجوده الخارجي هو ماذا؟ يوجب الاندراج، وجوده بما هو خارج حتى الكيف النفساني. أتقول لي مثلا الكيف النفساني هو وجود في، لا، الكيف النفساني بما هو قائم في النفس يوجب ماذا؟ يوجب العلم وارتفاع جهل عن نفسه، وأثر خارجي أيضا، هذا نوعا كما سوف يأتي، نوعا من الأثر للوجود الذهني، هذا أيضا خارجي، ترتب أثر على وجوده بالخارجية المطلقة لا خارجية بالقياس إلى الوجود الذهني. وهنا المقصود من الخارجية القياس، هنا عندما يقول أول نوع الخارجية، لا، الخارجية بالمطلق، خارجية بالمطلق، أنا قلت أنا حتى يشمل ماذا؟ يشمل الكيف النفساني، إذا الخارجية بالقياس فلا يشمل الكيف النفساني. أما الخارجية المطلقة بما أن الوجود الذهني أيضا وجود خارجي فله أثر، كيف النفساني يوجب ارتفاع جهل عن النفس. فمجرد أخذ أيضا ماذا يرجع يوضح، فمجرد أخذ مفهوم الجوهر مثلا، الجوهر والجسم، يعني مفهوم الجوهر
مثلا في حد الإنسان، في تعريف الإنسان، حيث يقال الإنسان جوهر، جسم نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. وهذا أخذ للمفهوم، يصب عليه المفهوم أنه ماذا؟ جوهر، لكنه لا يندرج واقعا تحته، لا يجب اندراجه. أي الإنسان أخذت في الذي أخذت في حده الجوهر تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم، حتى يكون موجودا لا في موضوع باعتبار كونه جسما، لأنه يعني ماذا حتى يكون؟ الاندراج يوجب أن يكون جوهرا، وكونه جوهر يوجب أن يكون قائما لا في موضوع، لأن قلنا الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، لا تحتاج إلى موضوع. فالذي يوجب، فإذا درج حينئذ ماذا نقول؟ أنه مستقل لا يحتاج إلى موضوع، فلا يأتي الإشكال. هو جوهر في الذهن، إذا لا يحتاج إلى موضوع، وفي يندرج تحت مقولة الجوهر. وجوهر وكيف النفساني، إذا يندرج تحت مقولة الكيف النفساني، وكلتاهما متباين، كلا الكيف النفساني والجوهر متباينان بتمام الذات، إذا اجتمع النقيضان. لا، هذا لا يلزم. لماذا؟ لأن الاندراج متى يترتب؟ يترتب عندما تترتب الآثار عليه، ولا آثار في الذهن للجوهر الخارجي، إذا لا يلزم الإشكال، لأنه لا يندرج تحت مقولة الجوهر حتى نقول أن الجوهر قائم لا في موضوع، وبالتالي يتناقض مع الكيف النفساني الذي هو قائم في موضوع، عرض وليس بعرض. هذا يلزم منه لو اجتمعت مقولتان، يعني عرض وليس بعرض، لو كان مندرجا مع وجوده في الذهن، لو كان مندرجا مع وجوده في الذهن هكذا يلزم، لو كان مندرجا مع وجوده في الذهن تحت مقولة الجوهر اندراج، وليس ماذا؟ صدق مفهوم فقط، اندراج تحت مقولة الجوهر يعني ماذا؟ موجود لا في موضوع، واندراج تحت مقولة كيف موجود في موضوع، أيضا انطلاق من هذه الجهة، بالإضافة إلى كونه من جهة نقول هو كيف النفساني وليس بكيف النفساني، وهو جوهر وليس بجوهر كما مر سابقا. وهذا تناقض، هذا لا يلزم. لماذا؟ لأن مجرد الصدق في الذهن لا يؤدي إلى اندراج تحت الجوهر حتى يكون موجودا لا في موضوع. وكذا مجرد وهلما جرى، يعني بقية المقولات هكذا أيضا، إذا انطبق وصدق عليها أنها مثلا كم، هذا المفهوم صدق عليه أنه كم مثلا، فلا يعني اندراجه تحت الكم. وكذا مجرد أخذ مفهوم الكم، يعني وقال أخذ الكم والاتصال في حد السطح، طبعا حد السطح، أنا أقول حد السطح يعني مفهوم، يعني الحد ماذا؟ تعريفه، والتعريف هو مجرد ماهية، والماهية موجودة أين؟ موجودة في الذهن. مجرد أخذ الكم والاتصال، الاتصال هو من صفات من أنواع الكم، سوف يأتي هذا بيانه أيضا في بحث الماهيات، أقسام الماهية في الأعراض والمقولات التسع. إذن وكذا مجرد أخذ مفهوم الكم والاتصال في حد السطح، عن السطح عبارة عن ماذا؟ نحن قلنا إما يكون عندنا خط، وإما عندنا السطح الذي هو الطول والعرض، وعندنا الحجم أو الجسم مثلا الذي هو طول وعرض وعمق. حد السطح الذي هو طول و عرض، له طول وعرض، هذا سطح، هذا طول عرض بدونه، هذا السطح. السطح حيث يقال في ماذا؟ في تعريف السطح، حد السطح يقال السطح كم متصل قار منقسم في جهتين. الآن بغض النظر عن توضيح التعريف، يعني كل هذه التعريف التي تذكر هنا سوف يأتي بيانه، لكن هنا عندما يقال السطح كم متصل قار منقسم، كما في الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك، هذه مفاهيم الجوهر. وهنا أيضا السطح كم متصل مفهوم الكم جاء في حده، مجرد مفهوم لا يوجب اندراجه تحت الكم والمتصل مثلا، الذي يجب اندراجه في الخارج الآثار الخارجية حتى يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة
أنه كم. طب يعني ماذا؟ هنا من هذا الذي قاله حتى يكون قابل الانقسام بذاته من جهة أنه كم، هذا أثر الكم، أثر الكم في الخارج أنه قابل الانقسام بذاته. وهذا أيضا قلنا كل ما يمر الآن لا نريد أن نوضحه من ناحية الإصلاحات الواردة فيه، لكن نريد أن يقول كما قال موضوع في العبارة فوق حتى يكون موجودا لا في موضوع، كما أن الصفة الجوهري إذا درج تحت مقولته مقولة الجوهر فهو موجود لا في موضوع، كذلك الكم إذا درج تحت مقولته مقولة الكم وهو عرضي فهو قابل للقسمة بذاته من جهة أنه كم، يعني قابل في الخارج قابل هذا أثر. يريد أن يقول هذا المفهوم للسطح في الذهن يختلف عن ماذا وجوده في الخارج، يعني ما جاء إلى الذهن هو المفهوم دون الأثر. ما هو أثره؟ ما هو أثر الكم؟ أثره أنه ماذا؟ قابل للانقسام لذاته في الخارج. هذا ليس مفهوم، هذا أثر الكم. طب هذا صدق مفهوم الكم على السطح. السطح ماذا قلنا السطح؟ السطح كم، أي المسألة كم متصل، صدق مفهوم في حده لا يوجب اندراجه تحت الكم. يعني ماذا لا يوجب اندراجه تحت الكم؟ يعني لا يوجب انقسامه وهو في الذهن، لا يوجب انقسامه ماذا بذاته، بل هذا أثر للوجود الخارجي، الكم في الخارج وليس الكم في الذهن. ما هو في الذهن المأخوذ في تعريف السطح هو كم، مفهوم الكم فقط وليس اندراجه تحت الكم. ومشتملا على الفصل المشترك من جهة أنه متصل. طبعا الفصل المشترك هنا يريد حتى يكون قابل الانقسام بذاته من جهة أنه كم ومتصلا على ومشتمل على الفصل المشترك. الفصل المشترك نحن في التعريف الحد، ماذا في الحد يكون عندنا فصل مشترك. هذا الفصل المشترك فصل صحيح أنه ماذا للنوع، ينوع الجسم أو عفوا الجنس، صحيح الفصل ما مهمته تحصيل الجنس ومقسم للجنس وبالتالي يتشخص عندنا ماذا النوع. هنا هذا الفصل مأخوذ ماذا، مثلا الحيوان الناطق، الناطقية ماذا مأخوذة في الأفراد مشتركة بين جميع ماذا أفراد الإنسان، هذه الناطقية. الفصل هنا يقول هنا في الخارج فصل ماذا في الكم، الكم أنواع يأتي المتصل وغير المتصل. هذا في الخارج هناك ماذا فصل مشترك بين جميع أقسامه من جهة أنه متصل. كل هذا لا نريد الآن حتى لا يكون هناك عندنا، ولا نستطيع أن نوضح هذه بعد نستغني عن بحث الماهية، لكن المشكلة الوقت، يعني كان يمكن لنا مثلا أن نبحث بحث الماهية قبل الدخول بهذا البحث نوضح كل هذه الأقسام، لكن المشكلة مسألة ماذا الانتهاء من هذا البحث قبل أن يأتي الامتحان. هذا كله طبعا يأتي، لكن أين الكلام؟ الكلام في أن الأثر الخارجي لهذا والذي هو قابلة الانقسام لا يأتي إلى الذهن. الذي يوجب الاندراج هو ماذا قابلته الانقسام ووجوده في الخارج، ليس وجوده في الذهن. ولو كان مجرد صدق مفهوم على شيء موجبا للاندراج لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه. يعني ماذا هنا المفهوم الذهني أين موجود؟ المفهوم هو مجرد مفهوم موجود في الذهن كلي. الآن لو قلنا أن مجرد صدق مفهوم على شيء يوجب الاندراج له، الآن هذا الكلي يصدق عليه أنه كلي أو لا يصدق؟ هل يوجب اندراج تحت نفسه؟ يعني ماذا اندراج تحت نفسه؟ يعني واقع يترتب عليه آثار ومصداق. هو صحيح مصداق يصدق عليه ماذا أنه كلي، مفهوم كلي يصدق إنسان مثلا أو الحيوان، وبيوجب الاندراج ماذا كلي فردا لنفسه، يعني يترتب عليه ماذا أثر ذلك الكلي.
وجوده في الذهن يترتب عليه أثره في الخارج لا يترتب عليه أثره. يعني عندما نقول أن مجرد صدق مفهوم على شيء يوجب الاندراج وترتب الأثر، هذا هو المقصود. الاندراج ماذا يعني؟ ترتب الأثر. وبالآن نقول المفهوم الكلي في الذهن ماذا نقول؟ الإنسان مفهوم كلي وموجود، بما أنه مفهوم كلي إذن لابد أن يندرج تحت ذلك المفهوم. إذا اندرج واقعا يعني ترتب عليه أثره، ترتب الأثر ما هو؟ أنه فرد من أفراد ذلك الكلي. وكيف يكون هو كلي في نفس الوقت ماذا؟ يكون هناك كلي فردا لنفسه. لا يمكن خلاف كوني كلي. يعني يكون له أثر. هو هذا مفهوم في الذهن يترتب عليه أثر كلي. ما هو أثر كلي؟ تشخصه بالخارج. أثر انطباق الكلي وصدق الكلي على الكلي على المصادق في الخارج. مجرد صدق مفهوم الكلي على الإنسان مثلا أو الحيوان يوجب ماذا؟ اندراجه واقعا تحت الإنسان، يعني ترتب الأثر. هذا ما هو الاندراج؟ ترتب الأثر. مفهوم الإنسان أقول هو كلي، إذن يترتب عليه أثر. ما هو أثره؟ أن يكون فردا متشخصا في الخارج. هو الحال أنه ماذا؟ لا يكون فردا لنفسه، يعني يكون هو كلي وفرد لنفسه، هذا غير ممكن. إذن لكان لو كان مجرد صدق مفهوم، طبعا استدلال استثنائي، قياس استثنائي، لو كان مجرد صدق مفهوم على شيء موجبا للاندراج يعني ترتب الأثر، لكان كل مفهوم كليا فردا لنفسه، والتالي باطل. يعني كون مفهوم كلي فردا لنفسه ماذا؟ فالمقدم مثله. بيان ذلك لصدقه بالحمل الأول على نفسه. طبعا تذكر عندما بينا هنا أنه بالنسبة إلى الإنسان جوهر، بالنسبة إلى الجوهر نقول الجوهر جوهر بالحمل الأول وليس بجوهر بالحمل الشائع. لو قلنا أن الجوهر جوهر أيضا بالحمل الأول، إذا تذكر نحن بينا الطرفين، الجوهر بالحمل، جوهر بالحمل الأول. لو قلنا أنه الجوهر ليس جوهرا بالحمل الأول أيضا، غلط، يكون هذا غلط، لأنه هنا حمل ماذا؟ مفهوم، حمل انطباق، اتحاد في المفهوم واختلاف في ناحية الاعتبار بوجوده في الذهن. طبعا هنا يقول لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه. لماذا؟ لصدقه بالحمل الأول على نفسه. طب ما علاقة الحمل الأول هنا بالمسألة في هذه؟ إذا قد يتوهم عندما نقول يعني الجوهر أو الإنسان جوهر بالحمل الأول، فقد يتوهم أنه كذلك جوهر بالحمل الشائع فيترتب الآثار، والحال ليس كذلك، لأن الإنسان بالمفهوم الذهني جوهر ليس بالحمل الأول وليس جوهر بالحمل الشائع. هنا لصدقه بالحمل الأول على نفسه تعليل لأي شيء؟ تعليل لأنه لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه، أو تعليل لعدم لبطلان ذلك، تعليل لبطلان أنه لا يمكن أن يكون فردا لنفسه. البطلان انظر مقدمة نحن نقول هكذا أن مجرد صدق مفهوم على شيء يوجب الاندراج، صحيح؟ لماذا يوجب الاندراج؟ لأنه بالحمل الأول نقول الكلي كلي بالحمل الأول، صحيح؟ الكلي كلي بالحمل الأول. مجرد أن يقال الكلي في المحمول حمل على الموضوع الذي هو كلي، هذا المجرد القول يعني بالحمل الأول لو أوجب الاندراج، يريد أن يفسر ماذا؟ اندراجه تحت مقولة بمجرد الحمل، يعني نقول الكلي كلي بالحمل الأول الذي هو حمل باب الكليات، اتحاد في المفهوم خلاف في ناحية اعتبارية، ألا نقول الكلي كلي، مجرد صدق الكلي في المحمول على الكلي في الموضوع يوجب الاندراج. لماذا يوجب الاندراج؟ لأنه بالحمل الأول هو يحمل على نفسه. يريد أن يفسر ماذا؟ يفسر ترتب ذلك، ترتب أن يكون
أن يكون ماذا؟ مندرجا تحت نفسه. لماذا يكون مندرجا؟ لأنه بالحمل الأول نقول الكلي الكلي، وإذا كان مجرد صدق مفهوم الكلي على الكلي، مفهوم الكلي يعني هو المحمول على الكلي الذي هو الموضوع، يوجب الاندراج هكذا. لماذا يوجب؟ لماذا يصدق على أنه يحمل على نفسه بالحمل الأول؟ صحيح؟ يعني صار هكذا عندنا مقدمة أولى، مقدمة أولى أنه ماذا؟ الكلي يحمل على نفسه بالحمل الأول، هذا واحد. الثاني نسلم، لو سلمنا مجرد صدق مفهوم على شيء يوجب الاندراج. الآن مفهوم الكلي في هذا القضية التي قلناها، مفهوم الكلي في المحمول صادق على الكل الذي هو الموضوع أو ليس بصادق؟ صادق عليه لأنه حمل، حمل أولي. بما أنه حمل أولي صدق عليه، وإذا استخدمنا المقدمة الثانية وهو وجوب الاندراج، إذن يكون الكل الذي هو الموضوع الذي هو الموضوع مندرجا تحت نفسه، لأنه ماذا؟ مجرد الحمل كافي، مجرد الصدق كافي في الاندراج. إذن هذا الكل، مفهوم الكل مندرج أيضا ماذا؟ تحت، لأنه صدق عليه أنه كلي، إذا اندرج تحت الكلي، يعني اندرج تحت نفسه. إذا اندرج تحت نفسه يعني ماذا؟ صار فردا لنفسه، فردا، فردا لنفسه. يعني صار إذا أردنا أن نكتب، نحن نتوضح المسألة هكذا، نحن نقول الكلي كلي بأي شيء كلي؟ بالحمل الأول، هذه مقدمة، مقدمة أولى. ثانيا صدق مفهوم يوجب الاندراج. طب هذا الكل مفهوم أو ليس المفهوم؟ هذا مفهوم صادق على الكل أو ليس بصادق؟ طبق هذه القاعدة، صدق مفهوم الكل على الكل يوجب الاندراج. يعني ماذا؟ الآن هذا صدق، هذا الكلي صدق عليه أنه كلي، إذا اندرج هذا الكلي، اندرج تحت الكلي. لا، هذا الكلي اندرج تحت هذا الكلي. هذا لا، مضبط. صدق مفهوم، عندما أقول الإنسان مثلا جوهر، صحيح؟ إذا كان الإنسان جوهرا، مفهوم الجوهر يصدق على الإنسان، صحيح؟ نعم. مجرد صدق المفهوم على الإنسان يجب اندراجه تحت ذلك المفهوم. نعم. إذا ماذا يجب اندراجه تحت الجوهر؟ نعم. وهنا هذا صدق الكل على الكل يجب اندراج هذا الكل تحت الكل، تحت ذلك الكل. وبما أنه اندرج تحت الكل، اندراجه يعني ماذا؟ لأن الجوهر هو أعم من الإنسان، وهذا الكل هو أعم من الكل، إذا هذا الكل، هذا الكل صار فرد، فرد لماذا؟ للكل الذي هو، إذا فرد لنفسه، فرد لنفسه، فرد لنفسه. طبق على الإنسان، الإنسان ماذا؟ كلي، الإنسان كلي، الإنسان كلي، مجرد صدق المفهوم الكلي على الإنسان يوجب اندراجه ماذا؟ تحت الكل. يعني الإنسان مندرج تحت الإنسان، يعني الإنسان فرد الإنسان، صار ماذا؟ بعد أن كان كليا صار ماذا؟ جزئيا، فرد، صار فرد، الحال أنه ماذا؟ كلي. هذا ما يريد أن يقوله. إذا لصدقه بالحمل الأول على نفسه يريد أن يقول اللازم، يريد أن يبين ماذا؟ الملازمة كيف تأتي. لو سلمنا هذا، يعني يقول لو سلمنا باندراج هذا يلزم منه، لكن لماذا يلزم هذا اللازم لصدقه بالحمل الأول على نفسه؟ فالاندراج يتوقف على ترتب الأثر. إذا بما أن ذلك باطل أن يندرج تحت نفسه فيكون فردا، كل فردا لنفسه، هذا باطل. فالاندراج يتوقف على ترتب الأثر. متى يكون الأثر مترتب؟ بالوجود الخارجي ليس بالوجود الذهني. ومعلوم أن الأثر إنما يكون عندكم، يكون أن الأثر
إنما يكون في الوجود الخارجي دون الذهني. طبعا الوجود الخارجي، الخارجية هنا المفروض أن تكون المطلقة. لا، هنا عندما تقول الذهني بما هو ذهني، الذهني بما هو ذهني لا أثر له. سوف يأتي أن الذهني بما هو قائم من نفسه بالأخير هو ماذا؟ له أثر خارجي. أصلا الذهني بما هو ذهني بالقياس إلى الخارجي ماذا؟ هنا الذهني بالقياس إلى الخارجي، أما الخارجية المفروض أن تكون إنما يكون في الوجود الخارجي. حتى لو قلنا أن هنا بالقياس الخارجي بالقياس بالنتيجة لا بد أن ترجع إلى الخارجية المطلقة، لأن الوجود الذهني أيضا له أثر. هنا سوف يتضح أكثر حتى لا نطيل. فتبين أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات. هذا هو هذه النتيجة. الصورة الذهنية بما أنها مجرد مفهوم يصدق عليه أنه مفهوم لا يوجب الاندراج إلى الصورة الذهنية غير مندرجة. لماذا؟ لأن جاءت من الأثر. أن الأثر ماذا؟ فرع كونه في الخارج. الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات لعدم ترتب آثارها عليها، يعني آثار المقولات. لكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي، من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي، يعني من حيث بالقياس الوجود الذهني بالقياس إلى الخارج ليس لها آثار. جيد. وأما من حيث إنها حاصلة للنفس، حاصلة للنفس حالا أو ملكة، مع الحال في مقابل الملكة. الحال يعني يأتي ثم يفر يذهب، كما إذا سمعت قولا ثم نسيته مثلا، هذا يسمى حالا. حالا يعني يذهب مباشرة لا يبقى. أما ملكة أو ملكة يعني ماذا؟ إما بالتكرار أو من الأول مرة إذا كنت ترغب بما تسمع، قد يصبح ماذا؟ أمرا موجودا عندك في النفس تحفظه بشكل دائم، أينما ذهبت يبقى معك، هذا يسمى ماذا؟ ملكة. يعني تستطيع أن تذكره أو تأتي به أو هو حاضر للذهن بشكل دائم أو للنفس. هذه الصورة الذهنية إما تكون من حيث إنها حاصلة للنفس، هذه الصورة الذهنية حاصلة للنفس، إما حالا أو ملكة تطرد عنها جهلا، سواء حال عندما حلت في نفس الوقت الذي حلت هي طردت عنها جهلا، وسواء كانت ماذا ملكة هي طردت ماذا تطرد عنها جهلا ترفع الجهل، فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت لها عارض عليها، ناعت لها عارض عليها. فهي الصورة الذهنية وجود خارجي حقيقي واقعي موجود للنفس ناعت لها يصدق عليه حد الكيف بالحمل الشاعر. يعني ماذا؟ إذا قلت الجوهر جوهر بالحمل الأول مجرد مفهوم، فالجوهر ليس بجوهر بالحمل الشاعر، بل هو بالحمل الشاعر كيف النفساني، هذا ما وضحناه سابقا. الجوهر جوهر، عندما نقول الإنسان جوهر هذا بالحمل الأول، لكنه ليس بجوهر بل هو كيف نفساني، هذا مفهوم الإنسان، كيف نفساني موجود في النفس سبب لها طرد عدم وهو الجهل وكمال وأوجب لها الكمال. ففي نفسها بالقياس، فقط نحفظ هذا، الصورة الدينية بالقياس إلى الخارج لا يترتب عليها أثر، جاءت ماذا؟ بدون أثر. بالقياس إلى النفس ووجودها في الذهن وأنها طردت عدما عن النفس إذن لها أثر، هذا بالحمل الشائع. بالحمل الأول ليس لها أثر، بالحمل الشائع ماذا؟ لا أثر. وهذا قلنا، الآن نأتي إلى ما ذكر هناك في الصفحة السابقة، أن الذي يوجب الاندراج هو ماذا؟ الحمل الشائع. فالجوهر بالحمل الشائع، هنا مفهوم الجوهر الحمل الشائع هو ماذا؟ كيف النفساني. الحمل الأول ليس بكيف النفساني بل هو جوهر. والجوهر في الخارج، إذا جئنا الخارج، الجوهر في الخارج جوهر بالحمل الشائع وليس بجوهر بالحمل الأول، لأنه جاء بدون أثر.
وهذا ليس لنا علاقة بالخارج. الآن هذا المفهوم الجوهر في الدين. الإنسان جوهر، هذا مفهوم الإنسان. جوهر بالحمل الأولي وليس بجوهر، بل هو كيف النفساني، لأنه يطرد عدما عن النفس بالحمل الشائع اللي ترتب الأثر له. المفهوم بالنظر إلى الخارج ولا يترتب عليه الآثار قلنا لا يندرج، فهو ليس بجوهر وليس بالعرض. الآن يأتي هذا، يأتي هذا ولا يندرج تحت أي مقولة. حتى لو نقول أنه هو ليس بجوهر، فكيف أن أقول أنه يعني احتفظت الماهية في الذهن؟ ما هي العلقة يعني التي يعني تقول أنه يوجد حفظ الماهية في الذهن؟ جيد، لا بأس، ما المشكلة؟ صورة ذهنية لا يترتب عليها أثر، لا تندرج تحت أي مقولة. صحيح. إذا بالقياس إلى الخارج لا تندرج. كيف نقول يوجد تطابقات؟ تطابق الماهية مجرد مفهوم، هو هذا مفهوم في ذاته لا يجب الاندراج. هو هذا، بما أنك أنت تقول هذه المسألة ذاتية، بمجرد أن قلت أنه مفهوم إذا لا يوجد، لا يندرج. مجرد أن قلت مفهوم لا يندرج بالقياس إلى الخارج، بالقياس إلى الوجود الذهني والنفس، فهو يندرج. طبعا لا يندرج، ولكن ما هو العنصر الذي يعني يسمح لنا أن نقول أنه يوجد تطابق بين الذهن والخارج؟ لو نقول لا يندرج فأننا فصلنا العلقة. إذا قلت يندرج فيأتي الإشكال سا. إذا قلت لا يندرج يعني ما المشكلة؟ الركن الثاني ما هو؟ عفوا الركن الثاني اتحاد المعلوم بالذات وال لا هو اتحاد لا انظر هناك اتحاد لكن اختلاف في جهة اعتبارية. يعني قلنا في المعلوم بالذات حتى العلم هنا المعلوم لا المعلوم بالذات والعرض المعلوم بالذات والعرض لا يوجد خلاف بينهما أحد. إلى الآن نقول أن نفس الماهية جاءت إلى الذهن، هذا حد الماهية، مجرد مفهوم يعني وجود ذهني، مجرد وجود ذهني للماهية فقط. هذه الماهية جاءت بدون مقولتها، إذا أي مقولة تندرج عليها؟ ليس لها أي أثر في نفسها بالقياس إلى الخارج، ليس لها أثر بالقياس إلى ترتب شيء للنفس التي حلت قامت بها، إذن لها أثر. الاختلاف في ناحية اعتبارية، كما نقول أن العلم والعالم والمعلوم متحدة، كلها الثلاثة متحدة، اختلاف في ناحية اعتبارية. كما تقول في صفات الله تعالى قل هو عالم وحي هو سميع عليم بصير، كل هذه صفات كل واحدة المفروض أن ننتزع منها من جهة معينة أن يكون لها تشخص، لا يشترط من جهة جهات مختلفة. هنا نفس الشيء، هو هذه أصل القدرة، عظمة القدرة الإلهية في المخلوق الإنسان المائي. أين يستطيع الإنسان أن يصل في هذه العظمة يعني هذه القدرة؟ أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فهي وجود خارجي. ما هي الصورة الذهنية بالنسبة إلى النفس وطردها الجهل عنها؟ فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت لها، عارض عليها، ناعت يعني عارض لها، عارض عليها، يصدق عليه. هنا ذكر الضمير، لماذا ذكر الضمير؟ وجود، باعتبار ماذا؟ وجود، أو ترجعها مجازا مثلا إلى الصورة الذهنية، ينطبق عليه بما أنها وجود خارجي، ينطبق عليه حد الكيف بالحمل الشائع، لأنه ترتب عليه أثر على النفس. ما هو؟ وهو أنه هنا وهو يريد أن يبين الحمل الحد الكيف، حد الكيف، حد الكيف ما هو؟ هو أنه عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته. أيضا قلنا هذا التعريف يأتي بيانه، لكن يريد أن يقول أن أثر الكيف ينطبق على ما حصل في الدين. عرض الأخ هو عرض، بما أنه عرض عارض، هذه صورة عارضة على النفس، فهي ينطبق عليها حد الكيف، وأنه عرض كيف النفساني لا يقبل قسمة ولا نسبة لذلك، فهو لذاته فهو مندرج. هو طبعا أيضا نستطيع هنا ليس هو الكيف، بل نرجع ماذا إلى الصورة أو وجود الخارج للصورة.
أو وجود الصورة الخارج الصورة عندما قال فهي وجود خارجي يعني الصورة وجود خارجي. طبعا البعض فسر هنا بعض قال هي الصورة الذهنية يعني الصورة الذهنية هو بالأخير هي مؤنث مجاز يقال عنه هو يعني الصورة الذهنية بالأخير معنى هذا الكلام أن الصورة الذهنية مندرجة بالذات تحت مقولة الكيف. طبعا من هنا تبدأ المشكلة التي يشكل عليها بعض الحكيم السبزوات بما أن لهذه الصورة الذهنية أثر فهي مدرجة تحت الكيف فأقول الصورة مندرجة بالذات تحت مقولة الكيف يعني ماذا بالذات هي في مقابل بالعرض يعني بعرض غيرها بل هي نفسها بذاتها ليس بعرض غيرها يعني ليس بواسطة الغير ماذا بواسطة الغير أو بعرض الغير صدق عليها سوف يأتي العرض ما هو أيضا هنا ويصدق عليها أيضا أنها عرض أنها كيف بالعرض كيف هذا نقول بما أنها سببت هذه الصورة في نفسها سببت رفع جهل للنفس فهذا أثر إذا تندرج تحت مقولة ينطبق عليها حد الكيف تندرج تحت مقولة الكيف واقعا تندرج تحت مقولة الكيف لترتب الأثر عليها ومن جهة أخرى الصورة الذهنية بالقياس إلى الخارج لا هي مقولة عرضية ولا هي مقولة جوهرية فيقول فهو مندرج هذه الصورة الذهنية بالذات تحت مقولة الكيف لترتب الأثر عليها وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا يعني هذه الصورة من حيث هي وجود ذهني مقيس إلى الخارج داخلا تحت شيء من المقولات هذا الذي كنا الآن نتحدث عنه هذه الصورة الذهنية بالقياس إلى الخارج بما أنها بدون أثر فلا هي جوهر ولا هي عرض المشكلة أين تأتي؟ ليس من الجهة التي طرحتها المشكلة أنها تأتي من ناحية أنها بالأخير هي ماهية وما هي المفروض أن تندرج تحت مقولة من مقولاتها ما هي يعني المفروض أن تندرج ماذا تحت مقولة من مقولاتها لا هنا باعتبار الوجود الذهني الوجود الذهني ليس معي وليس باعتبار المعي بما أنها وجود ذهني هذه صورة وجود ذهني أصلا يعني والا نرجع الى ماذا المشكله لو نقول ليس بما هي في وجود الذهن كيف يعني المساله معقده الماهيه نقول هي في الذهن هي نفسها في الذهن وهي وجود ذهني بما انها وجود ذهني في مقابل وجود الخارجي اذا لا يوجد اثر اذا ليس لا هو جوهر ولا هو عرض فليس بما هي لا هو هي ما هي باعتبار انها جاءت بنفسها الى الذهن الأخير هذه الصورة الذهنية موجودة في الذهن وجود ذهني لا نتصور أن هناك لذلك نقول اتحاد العلم والعالم والمعلوم والحال أنها ماهية هي مجرد مفهوم ماهية لا أثر ماهية وهذا كل الكلام يعني مجرد أن تفهم هذه المسألة أنها ليس أثر مجرد مفهوم الوجود الذهني لا تميز أنت بين الوجود الذهني وبين الماهية وبين العلم الذي يحصل الماهية في الذهن هي صورة ماهية بالخارج صحيح لكنها هي بنفسها حاكية عن الموجود الخارجي وهي نفسها الذهن يعني العلم والمعلوم هذا طبعا قلنا سوف يأتي بس لكن لا نتصور أنه كما شبهها البعض في جوابه أنه ماذا كالغرفة ويوجد عندنا وجود الذهن هو كالغرفة مثلا يوجد عندنا شيء اسمه صورة هذا لا يوجد تمايز أصلا نحن نقول فقط للتمييز من جهة أنها هذه جائية من الخارج فهي صورة من جهة وجودها الذي فهي وجود ذهني ومن جهة ماذا تسببها للنفس بعلم فهي علم وهي النفس بذاتها تندك اندكاكا وتتحد مع النفس اتحادا لا تميز فيه الاختلاف هنا في الحيثيات حيثية فقط حيثية مختلفة فيقول فهو مندرج هذه الصورة مندرجة تحت مدرج بالذات اولا وبالذات وليس بالعرض تحت مقولة الكيف وان لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا مقيسا انظر حيث وجود الذهن والوجود لا ماهية له حتى يكون ماذا جوهرا ويكون عرضا
جاء بنو الآثر مقيسا دينا مقيسا إلى الخارج داخلا، طبعا داخلا لم يكن داخلا يعني إن وإن لم يكن من جهة كونه وجودا مقيس ذهنيا مقيسا إلى الخارج داخلا تحت، يعني لم يكن داخلا تحت شيء من المقولات، يعني لا هو جوهر ولا هو عرض لعدم ترتب الآثار. جاء إلى الذهن بدون آثار هذا الوجود الذهني. اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض. انظر هنا المشكلة السبعة ماذا، انظر ماذا يقول. أنت تقول أنها من جهة هذه الصورة الذهنية من جهة قياس إلى الخارج لا هي مندرجة تحت، يعني نعتبر هناك اعتبار قياسها إلى الخارج لحاض، قياسها إلى الخارج لا هي جوهر ولا هي عرض، ولحاض حلولها في النفس وتسببها بالعلم فهي ماذا، مندرجة تحت مقولة الكيف. يقول هنا قال اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض. الصورة الذهنية أيهما كيف بالذات الأنصاب حتى نميز، الكيف بالذات ليس الصورة باعتبار أنها ماذا مأخوذة من الخارج في مقابل الخارج، بل الصورة بما أنها مندرجة تحت مقولة الكيف باللحاظ الثاني الذي هو لحاظ اعتبارها كيفا نفسانيا سبب علما للنفس، نقول هي كيف بالذات ذاتا هي ينطبق عليها ماذا مفهوم كيف. ثم الآن هذا احتفظ فيه بذهني أن كيف بالذات، نأتي إلى اللحاظ الأول. قلنا لحظة أول بقياس إلى الوجود الذهني إلى الخارج ماذا؟ لا هي جوهر ولا هي عرض. يقول هذا القياس يمكن أن ندرجه تحت مقولة الكيف بالعرض. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية متحدة مع العلم. صار واضح؟ أنا كنت أريد قلت أنا اليوم نوضح الإشكال الذي طرحه الحكيم السبزواري، لكن لا بأس، المهم أن تتضح النقطة لأن الإشكال متركز على هذه النقطة أيضا. أريد أن أكتب إذا مضر ماذا يقول؟ الصورة الذهنية بالقياس إلى الخارج لا هي جوهر ولا عرض، يعني أي مقولة من المقولات العشرة يعني. كله بالقياس إلى النفس، فهنا الخارج النفس، هذا لحاظ رقم واحد، هذا لحاظ رقم اثنان، رقم اثنين بالقياس إلى النفس سببت علما فهي كيف بالذات، نعبر عنه كيف حقيقة بالذات. هنا ماذا كان يتحدث هناك؟ كان يتحدث قال وإن لم يكن، يعني صورة ذهنية من جهة كونه وجودا ذهنيا، وجود كونه مقيسا إلى الخارج، مقيسا إلى الخارج داخلا تحت أي مقولة من المقولات. عندما كان يتابع الكلام في هذا ماذا قال؟ اللهم إلا تحت، يعني هذه الصورة الذهنية باعتبار كونها لا هي هكذا، لا هي جوهر ولا هي عرض، يمكن أن نقول هكذا أنها مندرجة بهذا اللحاظ أيضا، بهذا اللحاظ الأول مندرجة تحت مقولة الكيف بالعرض. الصورة باعتبار حلولها في النفس واتحادها معها وتسببها بالعلم هي كيف بالذات، وباعتبار قياسها الخارج لا هي جوهر ولا هي عرض، لكن بما أن العلم متحد مع المعلوم بالذات، ما هو المعلوم بالصورة؟ مع المعلوم بالذات، والعلم هذه الصورة هي بنفسها سببت علم عن ماذا؟ صار علم، والعلم كيف بالذات، صحيح؟ العلم كيف بالذات، والاتحاد المعلوم الذي هو الصورة بالقياس إلى الخارج مع العلم يسري حكم
المتحد معه وهو ماذا يلزم؟ بما أن الصورة الدينية متحدة مع العلم فيلزم سريان ماذا هذا الحكم إلى المعلوم بالذات الذي هو المفروض أن لا يدرج هذه الصورة بالقياس إلى الخارج، لا تندرج تحت أي مقولة، لكن لاتحادها مع العلم الذي هو الصورة الذهنية بالقياس إلى النفس، بما أنها متحدة مع الكيف بالذات فهي كيف بالعرض، لاتحادها مع ماذا؟ العلم، وليس كيفا بالذات. واضح ماذا؟ صورة ربما تكون مشوشة قليلا ما لكون ماذا عدم الأصل الاختلاف بين هذه الصور، هي صورة واحدة بخير. صورة ذهنية موجودة في الجاء، صورة ذهنية ماذا فعلت؟ الآن نريد أن نفكر، كما أقول أنه في الخارج عندنا لا يوجد ما هي وجود، فقط عندنا وجود الإنسان مثلا، لكن الآن نفكر بين وجود ماذا؟ وجود ما هي، والذي يأتي إلى الذهن هو الماهية، أما الذي يأتي إلى الذهن هو ليس الوجود. طبعا هذا بحث آخر، لكن هنا التحليل ذهني ليس حقيقيا، في الخارج لا يوجد عندنا، كذلك هنا في الذهن لا يوجد عندنا شيء اسمه صورة، وشيء اسمه الدين، وشيء اسمه علم، وشيء اسمه نفس، هذه كلها في الذهن واحدة، لكن نحن نقول بلحاظ وبلحاظ، بلحاظ خارجي لا جوهر ولا عرض، وبلحاظ النفس فهي كيف بالذات، لأنها ماذا نزعت عنها عدما وهو الجهل، وصار وجود لها ماذا أثر وجودي، يعني أعطت النفس وجودا نوعا لها أثر وجودي، فتندرج الصورة بالقياس إلى النفس ماذا تحت مقولة الكيف، والصورة سببت علم النفس إلى الصورة، علم الصورة علم مندرج تحت مقولة الكيف بالذات بلحاظ بهذا اللحاظ، والصورة كيف بالعرض لاتحادها مع العلم، لأنه يسري حكم العلم إلى الصورة من بقياسها إلى بهذا باللحاظ الأول، باللحاظ يسري حكمه باللحاظ الثاني إلى الحكم باللحاظ الأول، هكذا معنا صح. باللحاظ الثاني تكون صورة كيفا بالذات، بما أنها متحدة مع الصورة باللحاظ الأول فيسري حكم هذا إلى الصورة باللحاظ الأول، بدل أن نقول عنها لا هي مدرجة تحت مقولة الكيف، ولا هي مدرجة تحت مقولة الكم، ولا هي مدرجة تحت أي مقولة، نقول عنها هي مندرجة الصورة باللحاظ الأول مندرجة تحت مقولة الكيف بالعرض وليس بالذات، باللحاظ الأول وليس باللحاظ الثاني، باللحاظ الأول مندرجة تحت مقولة الكيف بالعرض، بعرض ماذا؟ بعرض اتحادها مع العلم الذي هي سببته ماذا؟ الصورة الذهنية فقط. هذا ماذا؟ اختلاف اعتباري، يعني فقط هذا كله بيان لماذا؟ إلا تحت اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض، بعرض ماذا؟ بعرض اتحادها مع العلم الذي سببته ماذا؟ الصورة نفسها. فالصورة بالقياس إلى الخارج تكون كيفا بالعرض، والصورة بقياسها إلى النفس وسببت علم النفس فهي كيف بالذات، فقط هذا كيف بالعرض وكيف بالذات. لكنه قبل أن يأتي إلى الكيف بالعرض قال ما لا هي جوهر ولا هي عرض، لأنها مجرد وجود ذهني لا يترتب عليه أثر الخارج، لا جاء منه أثر الماهية أثر كيف أصبحت كيف بالعرض. هو هذا كل المطلب، لا كيف بالذات كيف بالذات، بما أنها متحدة مع العلم والعلم كيف بالذات فسرع حكمه هذا العلم كيف، إذن الصورة بالقياس إلى الخارج صارت ماذا؟ عرضاً، عرضت كيفاً بما أن العلم وهي متحدة مع القياس إلى الخارج فصارت كيفاً، لكن كيفاً ليس بالذات أولاً وبالذات وإنما ثانياً وبالعرض، بعرض ماذا؟ اتحادها مع العلم، يعني لم نطلق عليها أنها كيف أولا بل أطلقنا عليها كيف ثانيا رتبيا وليس زمانيا باتحادها مع ماذا العلم، هذه الصورة بالقياس إلى الخارج متحدة مع العلم الذي سببته الصورة، والعلم كيف إذن هكذا قياس
العلم كيف، والصورة متحدة، والعلم أقول هكذا، الصورة أي أفضل متحدة مع العلم. نحن هنا فنقول نستطيع أن نقول ماذا؟ غير أن الصورة متحدة مع العلم، العلم صورة هكذا، العلم صورة، بما أن العلم صورة والعلم كيف، فالصورة ماذا؟ فالصورة ماذا صارت كيفا. لكن حتى لا بد أن أترك إلى الرد، نفكر بقياس مناسب. الكيف إذا قلنا الكيف أي الكيف علم، ثم العلم متحد مع الصورة، فصار عندنا ماذا؟ الكيف صورة بالقياس، طبعا بالقياس إلى الخارج، أو نعكسها، يمكن أن نعكسها. الصورة هكذا، الصورة علم، هذه نعتبرها صورة كبرى، العلم كيف، إذن الصورة كيف. عندما أقول الصورة، الصورة ماذا؟ علم. لماذا؟ لأنها متحدة مع الصورة، علم متحدة مع العلم، والعلم كيف بالذات. فالصورة طبعا مقصود الصورة هنا بالقياس إلى الخارج، القياس، هذه الصورة متحدة مع علم، والعلم كيف بالذات، إذا صورة كيف، لكن ماذا؟ بعرض العلم، بواسطة العلم، ليس كيفا بالذات أولا وبالذات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.